محاولة لتجنيس هداف اتحاد جدة السعودي المغربي عبد الرزاق حمد الله. طلب الجمهور السعودي من السلطات السعودية منح الجنسية السعودية للدولي المغربي في صفوف اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله. وجاء الطلب بعدما تبين أن المنتخب السعودي يعاني عقما هجوميا كبيرا، كذا يتسبب في خروجه بخفية حنين من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، إذ تأهل بصعوبة وبفضل هدية من المنتخب الياباني. وزعمت مجموعة من المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر عن وجود مساعي لمنح حمد الله الجنسية السعودية، بل تتحدث المنشورات نفسها عن مراسلة من الاتحاد السعودي لكرة القدم لطلب ترخيص يسمح لحمد الله باللعب للمنتخب السعودي رفقة زميله في الفريق ذاته البرازيلي رومارينو. وإذا كان حمد الله التزم الصمت فإن رومارينو رحب بالفكرة وأعطى موافقته لتمثيل المنتخب السعودي في الاستحقاقات القارية المقبلة.